بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش، بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. حلقة مهمة جدا جدا غاية في الاهمية، استأذن حضراتكم انكم تتابعوها للنهاية. يمكن مش هنقول عناوين خلاص، خلونا ندخل على طول في الموضوع عشان ما نطولش على حضراتكم، ونقول لكم ان اول خبر معانا وهو افضل مدافع في العالم، في العالم يعني واسعة شوية، خلينا نقول أفضل مدافع في الأولمبياد، هو حسام عبد المجيد نجم خط دفاع منتخب مصر ونادي الزمالك. طبعا انت مش عاجبك الكلام، حسام عبد المجيد يا عم محمد اللي أفضل لاعب، الأرقام هي اللي بتقول كده مش أنا. حسام عبد المجيد طبقا للجنة المنظمة اللي بتعمل إحصائيات لكل لعيب، من أفضل لعيب، أفضل لعيب جري عدد كيلومترات، أفضل استخلاص، أفضل أرقام وسكاوتين، حسام عبد المجيد هو أكثر لاعب اعتراضا لتسديدات الخصم بواقع 12 اعتراض، وهو الوحيد الذي تجاوز حاجز 10 اعتراضات الخصم. هو الأكثر إبعادا للكرات عن مرمى. فحسام عبد المجيد واخد أرقام عالية جدا في الأولمبياد، ويعتبر هو أفضل مدافع في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس. أكيد طبعا ده خبر بيسعد كل الزملكاوية، حسام عبد المجيد عمل بطولة حلوة رغم وجود أخطاء، طبعا في أخطاء، وكل يعني حمزة علاء دخل فيه 6 جوان وهو غلطان مش أقل من 4 جوان فيهم، ولكن حمزة علاء محدش يقدر يقول انه جون وحش بالمناسبة، عشان محدش يقول ده اهلي وزمالك، لا فعلا لعيبة منتخب مصر لعيبة محترمة، الجيل ده كويس جدا، وان شاء الله لو اتصعد منه 8-9 لعيبة للفريق الاول هيصنعوا الفارق مع منتخب مصر الكبير. ولكن نرجع لحسام عبد المجيد ونقول انه طبعا جماهير نادي الزمالك لازم، وانا اولكم، لازم ندعم حسام عبد المجيد، لازم نقف جنبه، ده لو كان بيلعب في نادي تاني ده كان طلعوا المريخ ونزلوه 10 مرات في اليوم، ده كانوا قارنوه بسيرجيو راموس و لعيبه يعني وبيكن باور بقى فندعم اللعيب بتاعنا، لعيب واخد ارقام معدلات كويسه. وما تنساش ان حسام عبد المجيد لعب قدام اسبانيا وباراجواي وفرنسا والمغرب، لا لعب قدام منتخبات تقيله وعتاوله، فحسام عبد المجيد لازم كلنا ندعمه، واخد ارقام كويسه، وان شاء الله باذن الله حسام يكون مستقبل نادي الزمالك طول ما انت بتدعمه. وهو راجع طبعا نفسيته متدمره هو وزمايله بسبب الهزيمه التاريخيه، لازم نقف جنبه وندعمه ونقول ان احنا عندنا مدافع، يعني الاولمبيات طبعا بطوله عالميه، فهو واخد افضل مدافع في هذه البطوله العالميه. اذا حسام عبد المجيد مدافع من المدافعين المتميزين في منتخب مصر، فأكيد لازم ندعمه. خد بالك من النقطة دي، ادعم اللعيب بتاعك، والله يا ابني لو كان في نادي تاني أقسم بالله لكان طلعوا القلعة ونزلوه 5 مرات يعني. طب ده بالنسبة لحسام عبد المجيد، تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني. طبعا بعد امبارح الأهلي طبعا وانسحابه من الكاس، اكيد طبعا الاهلي هياخد 4 عقوبات على الاهلي، يعني هيترفع اسمه من الجداول وهيعتبر منسحب امام الفريق اللي جاي. يعني الاهلي هيلاعب مين في دور ال 16 مش عارف، ولكن يعتبر الاهلي اعتقد فاركو متهيألي حاجه زي كده مش فاكر، في دور ال 16 يعتبر الاهلي منسحب والنادي ده هو اللي كسب، لا لاعب الاهلي، خلوا بالكم من النقطه دي لان دي لوائح. ده رقم واحد. رقم اتنين، مليون جنيه غرامة على الاهلي. رقم تلاتة، تعويض خسائر الرعاة. رقم اربعة، الحرمان من البطولة. ممكن كل ده يتحقق، يرفعوا اسمه من الجداول اكيد يعني، ويعتبر الفريق اللي هيلعبه فائز 2-0، دي هتحصل. مليون جنيه الاهلي يعني ربنا يخليه لابو عصام، هيحولهم على الانستا باي، مش هتفرق يعني مليون جنيه. والحاجة التالتة ان الاهلي هيتحرم من البطولة التالية، ده طبعا يعني معرفش حد يجرؤ ولا لا ان هو يعمل كده، ولكن خلونا نقول انهم هيجرؤوا يعملوا كده، ما عندهمش من البجاحة انهم يلعبوا الاهلي البطولة الجاية، هنقول هيعملوها. انما الرابعة مش هتحصل،
اللي هي ايه؟ تعويض خسائر الرعاه، لان الرعاه تحت رجل الاهلي، المتحده بتخدم على الاهلي، الشركه الراعيه بتخدم على الاهلي، كل دول يعني يعتبر فروع للاهلي. فطبعا ما تقنعنيش ان موظف هيعاقب صاحب الشغل، يعني ما تقنعنيش بكده. الاهلي هو بابا الشغل، هو صاحب الشغل، المتحده بقى دول موظفين عنده، الرعاه موظفين عنده. فما تقنعنيش ان الرعاه يعاقبوا الاهلي. عمرك شفت موظف او سكرتير يعاقب صاحب الشغل؟ مفيش الكلام ده يا باشا، وانسى انسى يا باشا، مفيش الكلام ده. طيب خبر تاني، وهو مجلس إدارة الزمالك يجتمع خلال 48 ساعة القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن كأس مصر، والأقرب هو المشاركة بالناشئين. مش فارق معايا الزمالك يشارك بالناشئين بالكبار، بصراحة هقول لكم سر عني، يعني مش فارق معايا الكاس، مش فارق معايا أي حاجة، ومش فارق معايا السوبر المصري بالمناسبة. يعني أنا اللي فارق معايا حاجة واحدة، كأس السوبر الإفريقي. الرسالة وصلت، مش فارق معايا أي حاجة. فإنما لاحظت إن بيقول لك إيه خلال 48 ساعة، برضو زي ما بنتكلم وبنصوت وبنشد في شعرنا، ليه الحركة بطيئة؟ ليه حركتكم بطيئة؟ ليه ماشيين زي السلحفة؟ 8 لسه كمان 8. الاهلي امبارح تيك الدوري خلص اول امبارح، امبارح كان قاعد مع كولر، امبارح جابوا صفقه، ده كريم فؤاد اتصاب اول امبارح، جابوا صفقه امبارح. انت متخيل السرعه؟ قعدوا اجتمعوا تاني يوم قرارات دي 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 دي, دي, دي. يلا سلام عليكم، وعليكم السلام، خلصت. احنا لسه لبانا هنجتمع على قلبهم مراوح، هنجتمع خلال ال 48 ساعه، لا ناشئين لا كبار لا مراوح. هل ده بالمناسبة، انا داعم لمجلس الادارة، وانا داعم ان مجلس الادارة يكمل، يعني عشان تبقوا عارفين، انتوا عارفين انا اكتر واحد دفعت على الناس دي، ولكن ده ما يمنعش ان احنا ننتقدهم على الحركة البطيئة بتاعتهم. هو انت يعني انتوا عاوزين حد يا اما يطبل يا اما حد يكسر، ولكن حركتهم بطيئة قوي 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 قوي. هل ده عشان هم رجال اعمال، كل واحد عنده شركاته وعنده مصانعه وعنده امواله، فهو مش مركز؟ هو يعني هو داخل نادي الزمالك، هو جهه اجتماعيه داخل نادي الزمالك عشان يخدم على شغله، ايش مش عارف مصلحه ايه، ايش ايه؟ هل هو داخل نادي الزمالك عشان كده؟ ما اعرفش. الحركه البطيئه دي مخلياني يعني الاهلي بيجدد خلال الساعات القادمة عقد علي معلول لمدة موسم. حلو، ده كلام جميل جدا جدا جدا. اولا ده يعتبر العقد الاخير لمعلول مع الاهلي. معلول راجع في يناير القادم، هيكون يحيى عطية الله لعب واخد الفرصة وتألق، ويحيى عطية الله 31 سنة، معلول حوالي 34 سنة، فبرضه في 3 سنين فارق. دي نقطة. النقطة التانية، هل علي معلول لما يرجع بعد يناير القادم هيقعد احتياطي ليحيى عطية الله؟ طب هل ده هيعمل مشاكل في الاهلي ان في 2 لعيبه كبار، الباك الشمال لمنتخب تونس والباك الشمال لمنتخب المغرب، الاثنين موجودين في فرقه واحده وبيلعبوا في نفس المكان، هل ده يا فندم هيعمل مشاكل وازمه كبيره في الاهلي؟ اكيد لو علي معلول رجع بفورمه كويسه وما اعتزلش ورجع وعاوز يلعب والتدريبات واستعاد لياقته واستعاد الفورمه بتاعته، ما هيحصل مجزره في الاهلي ما بين علي معلول ويحيى عطية الله. انت جبت 2 لعيبه كبار في مكان واحد، عامله كده زي ما انا كنت قبل كده بقول ما ينفعش مثلا الزمالك يجيب رمضان صبحي واشرف بن شرقي، الاثنين مع بعض في مكان واحد مصيبه. فاحنا بنتكلم زي برضه في الزمالك ما ينفعش يبقى في زيزو موجود ومصطفى فتحي في نفس المكان، الا بقى لو هطرحها زيزو شمال، وبالمناسبه زيزو بيلعب في الشمال كويس قوي لا تقل عن اليمين بالمناسبه، لان رجله اليمين بتكون جوه زي ما مصطفى فتحي بيلعب في اليمين ورجله الشمال بتكون جوه، فالافضل لزيزو اصلا انه يلعب في الشمال، ويا ولكن ده شق فني نبقى نتكلم فيه بعدين. فالاهلي داخل على مجزره، افتكروا الكلمه دي كويس قوي وقولوا مين اول واحد قالها لكم.
تعال ندخل على الزمالك. الزمالك في مصيبة ربنا يعدينا منها على خير. موضوع زياد كمال هو موضوع دمه تقيل، والغلطة من الأول. يعني الغلطة ان انت عملت العقد ده من الأول. الزمالك عاوز يرجع زياد كمال لإنبي او يشتريه برقم قليل، 15 بالكتير 20 مليون، وعلى اقساط كمان مش مرة واحدة. مسؤولين في إنبي، دي اخبار بقى جات لي موثقة، مسؤولين في إنبي لم يتلقوا اي اخطار من نادي الزمالك. اكيد هم ما تلقوش اخطار رسمي، ولكن كل اللي حصل هو مكالمة ودية بين الكابتن حسين لبيب والاستاذ ايمن الشريعي. فالخبر لما جالي ان مسؤولين إنبي لم يتلقوا اي اخطار من الزمالك بشأن اعادة زياد كمال لإنبي، إنبي بتتكلم صح وما حصلش اختار رسمي، وحصل تواصل ودي ما بين الكابتن حسين لبيب والاستاذ ايمن الشريعي بشكل ودي. دي نقطة. النقطة الثانية، ليه الكابتن حسين لبيب بيتكلم بشكل ودي مع الاستاذ ايمن الشريعي؟ لان عقد زياد كمال فيه مصيبة جديدة. ايه هي المصيبة الجديدة؟ انك واخد اللعيب اعارة سنتين ونص ب 30 مليون جنيه بدون نية شراء. المصيبة ان في العقد ما ينفعش الزمالك يتراجع عن الاعارة الا بموافقة الطرفين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش من طرف واحد الزمالك يقول لي انبي خد زياد كمال اهو يلا متشكر. لا، لازم انبي يوافق ان هو يستعيد زياد كمال. طب افرض انبي ما وافقش وقال لك القانون لا يحمي الاغبياء، شكرا، يبقى انت لبست زياد كمال لسه مكمل معاك موسمين، هو طبعا عدى نص موسم، لسه موسمين وانت مضطر غصب عنك تدفع تكمل ال 30 مليون جنيه. اعتقد هم كانوا 5 مليون اتدفعوا للست شهور اللي فاتوا، فانت لسه عندك حوالي 25 مليون للموسمين القادمين هتدفعهم غصب عنك. ليه؟ لان الغاء العقد لازم يكون من الطرفين مش من طرف واحد. فده بالنسبة لي عقد زياد كمال الكارثي. العقد اصلا يعني تم صياغته غلط، حتى كنت حط يعني شرط شراء في العقد زي ما الناس كلها بتعمل، ما حطتش ناخد الكونفدرالية ندفع لإم بفلوس، ناخد السوبر الافريقي ندفع لإم بفلوس، يعني ما عرفش ندخل الحمام ندفع لإم بصوا مش عايز اتكلم، والله انا ماسك لساني بالعافية، مش عايز اتكلم بجد، ولكن عقد كارثي. مش هينفع تقول اللي شبكنا يخلصنا غير بموافقه الطرفين، الزمالك وانبي، انما الزمالك بس ما ينفعش. عشان كده الكابتن حسين لبيب بيحاول يتكلم بشكل ودي مع مين؟ مع نادي انبي. تعالوا اقول لكم خبر كوميدي. لسه دلوقتي كنا بنتكلم على ايه؟ الاهلي وعنده مشكله، هي مشكله حلوه طبعا. عنده اتنين لعيبة في مكان واحد، الباك الشمال بتاع منتخب تونس والباك الشمال بتاع منتخب المغرب. مشكلة حلوة يحبها اي مدرب، انما طبعا اللعيبة مش هيبقوا مبسوطين ان في لعيب وراه بيدبدب لعيب دولي. يعني على النقيض بقى تماما، شوف الاهلي بيعمل صفقات عاملة ازاي، وسام ابو علي ومش عارف ايه، وبيفكر في بن رمضان. الاهلي بيتكلم في ليفل تاني. بص الخبر ده بقى، الزمالك ينهي اتفاقه مع محمد هاني. ايه ده، هنجيب محمد هاني من الاهلي وهنضرب الاهلي ضربه جامده؟ لا لا، ايه ما محمد هاني يوم انت بتقول الزمالك تم اتفاقه مع محمد هاني يا عم؟ لا لا والله، مش ده محمد هاني الباك اليمين بتاع الاهلي واللي بينضم لمنتخب مصر وضربه قويه للاهلي؟ لا، امال ايه؟ ده محمد هاني لاعب طلائع الجيش، انت سمعت عنه؟ لا، انا محمد مصطفى والله ما اعرفه. ما تعرفش محمد هاني بتاع الجيش؟ اقسم بالله العظيم ما اعرف بيلعب ايه ولا اعرف مركزه ايه. انا بقسم لك بالله على الهوا، انا الخبر جالي زي ما جالي بقوله لك. الزمالك ينهي اتفاقه مع محمد هاني، والزمالك هيدخل الفتره اللي جايه في مفاوضات مع طلائع الجيش. مين هو محمد هاني؟ ما اعرفش. بيلعب ايه؟ ما اعرفش. ولكن ده الليفل اللي الزمالك بيتكلم فيه. بيتكلم في محمد هاني، في يسر وحيد، في محمود ممدوح، جيش الحرس، ام بي، بترول اسيوط، الداخليه.
انما الاهلي بيتكلم في باك شمال منتخب المغرب الاساسي رابع العالم في كاس العالم. انتوا عارفين انا عاوز اقول ايه اكيد. طيب تعالى ندخل على حاجه تاني. ايه هي اللي احنا عاوزين نتكلم فيه؟ الزمالك يشكو مهيب عبد الهادي للمجلس الاعلى للاعلام وهيقدم فيه بلاغ للنائب العام بواسطه دكتور كمال شعيب محامي المكتب القانوني الخاص بنادي الزمالك. تعالوا نقرا الاول احمد سالم المتحدث الرسمي كتب ايه على صفحته واقول لكم مهيب عمل ايه لان في كذا مصيبه في الزمالك. احمد سالم بيقول لك ايه؟ بعد ان تخطى البعض الحدود المسموحه في النقد وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع احد اللاعبين وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من اهانة بالغة في حق مجلس ادارة نادي الزمالك. يعني بيقول ان في تخطي الحدود المسموح بها في النقد والتلميح في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح ان في وجود فساد مالي ضد الشرفاء يعني طبعا ضد مجلس اداره نادي الزمالك يعني. وبيقول لك بقى تكرر ما يلي: واحد، تقديم شكوى الى المجلس الاعلى للاعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهميه من نسيج الخيال عن نادي الزمالك سعيا وراء الترند دون النظر لما تمثله يعني تلك الافعال من اساءة في حق اكبر قلعة رياضية في مصر، وكانت الطامة الكبرى عندما ادعى بالكذب والضلال عن وجود عمولات بمبالغ كبيرة في احدى الصفقات رغم ما اعلنه النادي بالارقام. ثانيا، تكليف السيد المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب بتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة الدعوة القضائية في حق المدعو مهيب عبد الهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك وإطلاقه لشائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوى فاسد أو مخطئ، لذا كان اللجوء إلى منصات قضاء مصر الشامخ هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوى الشفافية. ده كان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. إيه اللي حصل وإيه اللي خلى الزمالك يعمل الانتفاضة دي ضد مهيب عبد الهادي؟ اللي حصل إن مهيب عبد الهادي طلع امبارح في البرنامج بتاعه مع الكابتن طارق يحيى والكابتن أسامة نبيه نجوم الزمالك والكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي. مهيب طلع ولمح إن متيابة ما كانش إعارة بنية الشراء، متيابة كان شراء، ولمح كمان ان في عمولات في الصفقة وسمسرة ب 280 ألف دولار، فطبعا ده تلميح على المجلس. ده رقم واحد. اولا ان نادي الزمالك يشكو مهيب عبد الهادي او يشكو اي اعلامي بيتطاول على الزمالك دي حاجة كويسة، ان نادي الزمالك بيلجأ لساحة القضاء عشان ياخد حقه دي ساحة يعني دي حاجة كويسة. وطبعا رغم اختلافي مع مجلس ادارة نادي الزمالك ولكن للامانة كلهم احنا لسه بنقول دول رجال اعمال مش فاضيين بيديروا ملايين. للامانة وانا اكتر واحد بختلف مع مجلس ادارة نادي الزمالك ولسه مختلف معهم في الحلقة اهو دلوقتي، ولكن للامانة ما في حد من اصغر واحد لاكبر واحد في مجلس ادارة نادي الزمالك يعمل حاجة زي كده. ليه؟ لان الناس دي مليارديرات ربنا يزيدهم، والناس دي دفع من جيوبها مئات الملايين. والله العظيم انا بحلف لك بالله العظيم دافعين من جيوبهم مئات الملايين او عشرات الملايين، فمش محتاجين يسمصروا في 200 ألف دولار. دول معلش بالنسبه لهم فكه. لسه احمد خالد حسنين اصغر واحد في المجلس مجدد قاعه المؤتمرات بتاعت نادي الزمالك على حسابه، لسه هاني برزي مجدد المبنى
بتاع الفريق على حسابه. دي كلها حاجات كده مش راجعه تاني. فالناس دي شرفاء، ماشيين بخطى السلحفاء، بنتخانق معاهم على الصفقات وعلى قلبهم مراوح وادارتهم فيها مشاكل وبطء، وعقد زياد كمان لسه بنتكلم فيه، عندهم مشاكل بالعبيط، ولكن شرفاء مش خونه، مش خونه، مش هيسمسروا من النادي، مش هيعملوا شركه ويسمسروا مع الوكيل وبتاع الشركة وليهم نسبة مع كل لعيب بيجي افريقي ويمضي على 5 والعقد يتعمل ب10 عشان الفرق يدخل للشركة اللي هي فيها البشوات. لا، هم ما عندهمش كده، ناس محترمة. ده اللي حاصل وده اللي الزمالك بيعمله مع ابويا. طيب، هل الزمالك يعني سيبك خلاص من القضاء ده، ما دام الزمالك لجأ للقضاء فانا خلاص القضاء ده عندي على راسي، انما المجلس الاعلى للاعلام هل الزمالك هيجي له حقه؟ طيب نسأل نفسنا سؤال تاني، هل الزمالك جاله حقه قبل كده من المجلس الاعلى للاعلام لما اشتكى ابراهيم سعيد ولا اي حاجه، ولسه ابراهيم سعيد طالع تغبيط في زيزو في الاولمبيات، وتغبيط في شيكابالا، وتغبيط في عبد الله السعيد، وتغبيط في الزمالك، وتغبيط في جمهور الزمالك، هل ابراهيم سعيد حصل له حاجه؟ طيب هل لو كان ابراهيم سعيد اصلا حد كلمه ولا قرص له ودنه مش كان المفروض سكت؟ صح؟ لا، ده لسه مستمر. اذا ما حدش كلمه، هيكلمه مهيب؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، يعني مجلس اعلى الاعلام مش بيعمل استعانة لنادي الزمالك، ده انت لسه بتشكر فيهم على المستوى المالي الناس دي نظيفه، انما على المستوى الاداره الناس دي تعبانه جدا، تعبولي، مجلس تعبولي، محدش بيعمل له قيمه ولا حساب، غلابه وطيبين زي الصاحب اللي كان معانا في المدرسه زمان اللي كل اللي معدي يكرته على قفاه، صباح الفل يلا، ويروح ضربه على قفاه. لو الواد ده من اول قفا خده كان مسك اللي اداله القفا حطه تحت رجليه ودفنه ما كانش كان يبقى عبرة، انما عشان هو بيتضرب بالقفة وساكت فغيره جه ضربه، واحد تاني جه ضربه، ما دام ما بيتكلمش. فالمجلس قال الاعلام مش هنا ومش هيكلم مهيب، وما تنساش ان دي قناة سعودية برضو يعني، وبتاع التركي الشيخ هو اللي الراجل، لان هو الراجل وزير الاعلام هناك او اسمه وزير الترفيه يعني يعتبر، فمحدش هيكلم مهيب. دي نقطة. النقطة التانية، عاوز تقنعني ان مجلس ادارة الزمالك هيعاقب مهيب وهيوقف برنامج مهيب اللي بيطلع فيه الكابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك؟ يبقى احنا بنهزر، تبقى حضرتك بتضحك عليا بتشتغلني. القضاء، النائب العام، الدعوة بتاعت الدكتور كمال شعيب دي انا ما اتكلمتش فيها وما اقدرش اتكلم فيها، بس يا رب ما يكونش كلام، يعني يا رب يكون تنفيذ، مش بتضحكوا علينا يعني. انما موضوع المجلس الاعلى للاعلام كبر دماغك، صباح الفل. والكابتن احمد سليمان داخل هيدخل اكيد في الموضوع، وخلاص حقك عليا، ابوس راسه، خلاص تعالى ابوس راسه، اتصل اعتذر للكابتن حسين لبيب، ايوه يا كابتن حسين ده مهيب بقى، خلاص ما تزعلش انت على دماغنا، انا ما اقصدكش والله، انا اقصد ان وده اللي هيتقال، انا ما اقصدكش والله يا كابتن ولا اقصد المجلس، انا اقصد عمولات اللي هم يعني اللي هم الوكلاء هياخدوا عمولات، واي وكيل بياخد عمولة ده شغله، والفيفا عاملة 10% على العمولات للعيبة يعني للوكلاء يعني من عقود اللعيبة، فوالله يا كابتن انا ما اقصدكش وحب على دماغك وخلاص، قعد الشاي هتخلص ليه؟ عشان الكابتن احمد سليمان اللي بيطلع مع مهيب في البرنامج، شفت يا كابتن احمد سليمان طلوعك مع مهيب في البرنامج ده بيجي من ورائي؟ دي نقطة. النقطة الثانية، مهيب عبد الهادي لازم ياخد درس قاسي من الزمالك. ليه؟ برضو طالع امبارح بيتكلم ان الزمالك مش هيفتح القيد، واللعيبة بتاعت الزمالك عاوزة 80 مليون جنيه، بيقول لك بنسبة 85% الزمالك مش هيفتح القيد واللعيبة عاوزة فلوس والكلام ده كله. الضرب في نادي الزمالك مسلسل لا يتوقف، الضرب قبل كاس السوبر الافريقي مسلسل لا يتوقف ولا هيتوقف، والفترة اللي جاية دي هي اشرس فترة نادي الزمالك هيتعرض ليها من الاعلام ومن الاهلي،
من الاعلام ومن الاهلي ومن حشاكيل الاهلي عشان خاطر يقضوا عليك. فبيقول لك 85% مش هيفتحوا القيد، وانا بقول لجمهور الزمالك 100% هيفتحوا القيد وهيدفعوا 30 او 39 الف دولار بتوع مساعدي فيريرا. نفس ذات المهيب في نفس ذات الحلقة بيقول لك جوميز مسافر يوم 19 اغسطس الحالي، مسافر بلده ليه 3 شهور عاوزهم، لو ما تمش دفع الفلوس دي في حسابه مش هيرجع لان الراجل عنده عروض. نفس الضرب في نادي الزمالك قبل السوبر الافريقي، وانا متوقع ان جوميز ممكن يحصل اي حاجة وهو بره، مش بقى عشان اللي 3 شهور هيجيله يا باشا عرض بمليار جنيه، وبعد ما العرض ده يجي والزمالك يتدبح في السوبر الافريقي والزمالك يبقى جثة هامدة خلاص يمشوا زي كارتيرون بالظبط. فجوميز انا متوقع هروب جوميز. اللي لو ما تعلمتش من الماضي يبقى عندك مشكلة. انت بتلعب مع نادي قذر، انت بتلعب مع منظومة عفنة، انت بتلعب مع منظومة في منتهى القذارة. طلع اعترف عضو مجلس ادارتهم السابق ان اي حاجة النادي ده هيمثل خطورة فيها على الاهلي لازم نطيره. خلاص خلاص، مصطفى غربال وبطولة 2020، عينات كورونا، تهريب كارتيرون، يا باشا كل ده بيتكرر وهيتكرر. وانا متوقع، ده توقع مش معلومة، ان جوميز ما هيروح مش هيرجع. فعشان كده بقول لإدارة نادي الزمالك حطوا له الفلوس في حسابه لو هتستلفوهم، لو هتدفعوهم من جيوبكم، لان الراجل لو سافر وما رجعش باي باي. فبرضه مهيب طالع بيقول الكلام ده وطالع بيلمح ليه كده، بيلمح لايه تاني؟ بيقول لك طب ما تبيعوا زيزو. والزملكاويه اسامه نبيه وطارق يحيى برضه بياكدوا نفس الكلام، ما نبيع زيزو، هنبيع زيزو نجيب مين؟ يعني انت هتبيع زيزو هتجيب لي مين؟ انا ما عندي يعني محمد ما عنديش مانع تبيع زيزو، بس هتجيب لي مين؟ في حد احسن من زيزو تجيبه؟ هاته. لو هتبيع زيزو وتوفر فلوس وتجيب حد احسن منه هاته، انما هو مين؟ مفيش. طيب قبل ما تبيع زيزو تكون عارف هتجيب مين، مش بعد ما تبيعه تقعد تدور، على بال ما تدور الفلوس هتكون خلصت. فبرضه مهيب طالع يضرب، وطالع الزملكاويه اسامه نبيه وطارق يحيى اللي كانوا بيهزوا راسهم من ضمن يعني فريق هزازين الرؤوس قبل كده، طالعين بيتكلموا ما نبيع زيزو. وعادل عبد الرحمن طبعا ايه الاهلاوي، لازم يتباع، ما ايه يعني عادي الفريق اهم من الفرد، زق يلا اهلاوي يلا، انا ما بتكلمش على الكابتن عادل، زق يلا يا اهلاوي يلا، زق يلا عشان زيزو يمشي وجوميز يمشي والزمالك ينهار وتجيلك الفرخه مذبوحه في السوبر الافريقي تفشخ اللي جابوها. صح، عايزين كده؟ ده اللي انا متوقع. اتكلم بقى مهيب اخر حاجه ان كهربا مريض ودخل المستشفى وتعلق له محاليل ووالدته زعلت عليه ودخلت المستشفى. طبعا ده بعد ما اعترف مهيب ان جمهور الاهلي شتم كهربا في الملعب وشتم كهربا في المدرجات، وده طبعا بيرد على شويه المدلسين الافقين الاهلاويه اللي قالوا لك لا جمهور الاهلي ما شتمش كهربا، اتعودوا على الكذب والنفي والبهتان. لا، جمهور الاهلي شتم كهربا وقال له يا مرشد يا مش عارف يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه، وغلطوا فيه، واللعيب دخل المستشفى وتعلق له محاليل. وطبعا مهيب صاحب كهربا فقاعد طبعا بي يعني، وجمهور الاهلي بي يعني بيحنن، جمهور الاهلي بيحنن قلب جمهور الاهلي على كهربا. فاكيد طبعا انا بقول لكهربا الف سلامه ووالدته الف سلامه، ولكن يعني كهربا لازم يبقى عارف ان هو ده الاهلي، ده كهربا وهو في عمر اصغر من كده ما كانش لسه كبير زي كده وما كانش لسه عنده الخبرات دي، قال لك الاهلي ملوش امان، ولعبت في الزمالك بمكالمه تليفون. ده انت وانت صغير يا كهربا عارف ان النادي ده ملوش امان من يومه، فهربت ورحت وعملت ودفعت كل الفلوس اللي معاك للزمالك وجايين دلوقتي بعد ما انت ضحيت عشانهم وهربت عشانهم وضيعت مستقبلك عشانهم. هم اول ناس رموك لانهم ما عندهمش عزيز ولا غالي، وزي ما رموا اللي قبليك يا راجل، ده رموا حسام ابراهيم حسن. انت تيجي يا كهربا معلش يعني
انت بالنسبة لحسام ابراهيم حسن ده انت يعني راجل لسه من امبارح، رموا حسام ابراهيم حسن، طاهر ابو زيد، ربيع ياسين، ده غير بقى الجيل الاخير ده، احمد فتحي وشريف اكرامي وعصام الحضري اللي كان عاوز يرجع، قالوا له لا كرامتنا، لا كرامتكو، وحسام عاشور اكتر لعيب رفع بطولات الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، لا كرامتنا. طب وامه؟ امه الحراق، امه المشطشط اللي شتمنا، اللي يهنا، اللي مسح بينا البلاط، امه الحراق، امه المشطشط. اه والله هبقى اعمل لكم اغنيه اسمها امه الحراق. ف كهربا صعبانيات طبعا المهيب بيعملها له عشان يحنن قلب الجمهور عليه والكلام ده كله، مش عارف هتفلح ولا لا، وطبعا هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، ولكن كهربا خلاص رموك يا كهربا، وشوف لك بقى اي حته تلعب فيها. والدور الدور 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 موعوده يل عليك الدور الدور، مين اللي عليه الدور اكتبوا لي في التعليقات، مين اللي موعوده يلي عليك الدور برضه هتكتبوا لي في التعليقات. سعدت جدا بيكم، وان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحه وسعاده. تنسوش بقى الدعم واللايك والشير والاشتراك والكلام الجميل ده. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم، الف سلامه.